بص بقى، عز كان معايا في استوديو الريال مع السيتي، وحدث ما حدث ونال ما نال. وطبعا زميلنا العزيز ابراهيم فايق استلمه من وهو قاعد جنبي في الاستوديو لغايه 4 الفجر، لغايه ما راح وخد حقه منه وخلص طاره وتمام. الجديد بقى في حاجه احمد عز الدين خايف منها اكتر من المشهد المرعب اللي حصل مع سيتي امبارح بالليل. روما وصل الى نهائي اليوروبا ليج. حلو حلو. وعايز طبعا بالنسبه له الراجل يعني اهم فيجر في تاريخ كره القدم تدريبيا هو جوزيه مورينيو، الراجل من اولتراس مورينيو من سنين طويله. فالخوف مش ان مورينيو يخسر من اشبيليا، ده الخوف ان مورينيو يكسب اشبيليا وياخد اليوروبا ليج، وجوارديولا ياخد الشامبيونز ليج، فمورينيو مع روما يروح يلعب جوارديولا في السوبر. لانه هنا انت مش بتتكلم على انه ريال مدريد بيلاعب سيتي، بتتكلم على انه روما بسكواد اضعف بكتير، بلعيبه اضعف بكتير، مورينيو هيروح لجوارديولا مش في ريال وبرشلونه، مش في سيتي وانتر، ده سيتي مع روما. ولك ان تتخيل ايه اللي ممكن يحصل. انا شخصيا اتمنى ده يحصل، وفي اعتقادي ان مورينيو ممكن الدم يدب في عروقه فجاه ويقدم مباراه تاريخيه لا يتوقعها احد، لكن كان الله في العون. تعالى بقى ناخد مورينيو على جنب. مبدئيا النقاش على مين الافضل في التاريخ ومين اللي نجح ده نقاش طويل جدا، وحسب ذوقك انت تحب الكره الهجوميه واللي علم واللي طور ساكي جوارديولا الناس اللي عامله كده، او تشوف ان مورينيو باللي عمله في الكره مع بورتو ومع انتر وعلى انه كل مره في الظروف الصعبه بيقدر يحقق النجاح الاقوى والافضل، ده ممكن يبقى ذوقك. لكن اللي انا بشوفه ان مورينيو نجاحه مع روما ده هو اصعب نجاح عمله في حياته. يا جماعه روما اللي قدامك على الشاشه ده لا هو بورتو ولا هو انتر ولا هو ريال مدريد ولا هو يونايتد ولا هو روما فابيو كابيلو بتاع توتي وباتيستوتا ومونتيلا وكافو، مش ده. ده فريق انت ما تتمناش ان اي لعيب من دول يبقى عندك في فرقتك، اللهم الا ديبالا اللي بيتصاب نص الموسم. مفيش واحد من اللعيبة دي اللي هم لعيبة رجالة وأقوياء وعملوا كل حاجة ممكنة من أجل مورينيو ومن أجل الفرقة. لكن بتكلم إنه على صعيد الأسماء، اللعيبة دي ما تتمناش أي حد منهم يكون في فريقك. بعد دوري المؤتمر الأوروبي السنة اللي فاتت، أول بطولة قارية تخش روما، كان في حاجة اسمها كأس المعارضة الأوروبية تعادل كأس الاتحاد، لكن دي أول حاجة بنظام اليويفا الحالي. يعني بيوصل جوزيه مورينيو بعد الإطاحة بباير ليفركوزن بيوصل لنهائي اليوروبا ليج. الجميل في مورينيو الفترة دي إن راجل بعد كل البعد عن النرجسية. أنا عديت الستين، أنا عارف مقامي دلوقتي في الكرة عمل إزاي، أنا عايز أساعد الجمهور ده واللعيبة دي اللي شالوني على الأعناق بعد ما الناس في إنجلترا داسوا عليا. ما هو مانشستر لاموني على كل حاجة وما عملوش حاجه في الاخر من بعدي، وتوتنهام اللي وصلت بيهم نهائي الكاس مشوني قبل ملعب النهائي. لكن روما مالكه بجمهوره بلعبته اللي رجعوا له وضعه وهبته من تاني، وبين قوسين استوديوهات الاعلام الايطالي، مورينيو في سكاي سبورت سكاي كالتشو بقى من اقل الناس اللي لما يجي ويقف في الميكسد زون او في التحليل ميستر. المدربين واللعيبه والناس المحللين لما ديل بيرو بيقعد اليساندرو، كوستا كورتا اليساندرو، مورينيو يظهر في الماكسيت زون او في الاستوديو ميستر، كابيلو بيتقالوا فابيو، لكن عند مورينيو ليفل اخر. ده بيظهر في مشهدين بعد المباراه. بعد المباراة انتشرت صورة لمورينيو بيكلم حد في التليفون وفاتح التليفون وفاتح السبيكر والعدسات راحت على الموبايل عشان يفهموا انت بتكلم مين، معرفوش. لغاية ما بعد المباراة اكتشفنا بالصورة التانية اللي قدامك دي، دي صورة كومبولا. مين كومبولا؟ هو قلب دفاع روما اللي أصيب بالرباط الصليبي وما قدرش يسافر مع الفريق لألمانيا. مورينيو فتح التليفون والسبيكر لكومبولا اللي هو ظاهر في الصوره اللي على شمالك دي علشان يحتفل مع اللعيبه بانجاز الصعود للنهائي.
مورينيو أول كلمة قالها في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: دخولي تاريخ روما لا يهمني. مش ده الفرق. والحقيقة يعني إنه في كل مباراة في الدوري بيخسرها بيكسبها بيتعادلها، في كل مباراة في المشوار لحد نهائي يوروبا ليج كان بيقول نفس الكلمتين دول: ما يهمني هو مساعدة الفريق على النمو. الجماهير دي بتبذل قصارى جهدها دائما، اللعيبة دي بيحاولوا يجلبوا الفرح لهؤلاء الناس، اليوم نحن سعداء للغاية. بالمناسبة تبص على بلجريني امبارح اللي هو أهم اسم في الفريق، شأنه شأن صامويل إيتو 2010 يرجع يدافع. تبص على هجوم الفريق، أبراهام راجع يدافع كأنه باك، كأنه قلب دفاع. الفرقة دي بتموت نفسها من أجل مورينيو. تستعيد روح 2004 مع بورتو، 2010 مع إنتر في سياق مختلف مع لعيبة مختلفة. حتى وإن بدت كرة القدم غير مرضية لعينيك، مورينيو اللي عامله إنجاز لحد النهاردة. آخر حاجة عندي في الإنترو وهو يخص الطرف الآخر اللي روما هيواجهوه في اليوروبا ليج.